اهلا بيكم يا فنانين في حلقه جديده من برنامجكم هيا نرسم. النهارده هنرسم فرخه، وزي ما تعودنا في ادواتنا هيكون معانا قلمنا الرصاص وقلم اسود ولون احمر ولون برتقاني، وما ننساش الاستيكه بتاعتنا. اول حاجه هنعملها بالقلم الرصاص هنرسم دايره صغيره وننزل منها بخطين، ومن تحت هنعمل خطوط مموجة جنب بعض شبه الريش. من فوق بقى هنعمل دايرة جواها ثلاث خطوط زي اللي انتوا شايفينها دي، وبعدها هنرسم منقار الفرخة بتاعتنا، خط كده وخط كمان كده، واحد تاني هنا بالظبط. وبعدها هنرسم عيون الفرخة دايرتين جنب بعض، ومن تحت هنا هنعمل شكل بيضاوي، وده هيكون جسم الفرخة بتاعتنا، ونعمل خط زي ده. برافو عليكم، ده هيكون جناح الفرخة يا فنانين. ونكمل بخطوط مموجة شبه الريش بالشكل ده. هنيجي بقى من تحت المنقار وهنرسم دايرتين بالظبط كده، والناحية دي هنرسم الريش الموجود في ديل الفرخة. تحت الشكل البيضاوي هنرسم كورتين او دايرتين جنب بعض، وهنعمل خطين الناحية دي وخطين هنا كمان. بعدها هنكمل رسم الرجلين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا فنانين. كده دور القلم الرصاص خلص، ودلوقتي دور القلم الاسود. بالقلم الاسود هنحبر الخطوط بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالظبط، والخطوط اللي محبرناهاش هنسيبها زي ما هي. بعد ما خلصنا تحبير هنجيب الأسيكة بتاعتنا ونمسح كل الخطوط الزيادة عشان رسمتنا تكون واضحة وجميلة. وبكده جه وقت التلوين. باللون الأحمر هنلون بيه فوق هنا وهنا كمان. بعد كده هناخد اللون البرتقاني هنلون بيه المنقار والرجلين. برافو عليكم يا فنانين، كده احنا رسمنا ولوننا الفرخة بتاعتنا. وانتوا كمان ارسموا ولونوا اجمل رسومات وابعتوها لنا، بس ما تنسوش الاسم وتاريخ الميلاد والبلد على صفحتنا في الفيسبوك او على ايميل البرنامج. اشوفكم الحلقة اللي جاية يا فنانين. باي باي.